أنا دلوقتي سأبدأ في الإطلال على عنوان هذه الجلسة، وهو اتجاه الشباب العربي نحو الإلحاد، الأسباب والدوافع. وجدت أني أجالس صبية وفتيان يرسلهم لأساتذتهم أو الأزهر الشريف أو يرسلهم لآبائهم وأمهاتهم. أجلس مع الصبي ابن 14 ربيعا أو 15 ربيعا، أقول له يا ابني ده العلم بيقول نظرية الانفجار الكوني العظيم دي دليل كبير قوي على الوجود الإلهي. يقول لي والله دكتور عمرو أرجوك ما تكلمنيش في الفيزياء، أنا دايما أسقط في الفيزياء. طب يا ابني ظاهرة الحياة وتنوعها وإبهارها ده دليل قوي قوي على الوجود الإلهي. والله يا دكتور عمرو أرجوك ما تكلمنيش في البيولوجي، أنا دايما أسقط في البيولوجي. إيه الحكاية؟ أمال يا ابني أنت ألحدت ليه؟ أصل أنا عندي شبهات في القرآن الكريم. طب يا ابني قل لي بعض شبهاتك بتاعت القرآن الكريم. لا أصل أنا بقرأ القرآن بالإنجليزي. طب ما فيش مانع، أنا برضو أعرف أقرأ بالإنجليزي، قل لي شبهاتك بس عشان نعرف نرد عليها. يعني أنت مش مصدقني؟ أقول له آه أنا مش مصدقك، أصل أنا ما بكذبش عشان أخاف أروح النار، إنما الملحد يكذب حتى ما عرفش يرد الرد التقليدي. لا، الصدق ده فطرة إنسانية ممكن موجودة بدون دي، ما عرفش يقول الكلمتين دول. قلت له يا ابني اللي زيك يمشي جنب الحيط ويحمد ربنا على إيمان الإسلام الميلادي أو المولد كمسلم. هنا تنبهت إلى أمر خطير جدا، وهو دور العامل النفسي في ظاهرة الإلحاد. والتقيت بأستاذي دكتور أحمد عكاشة حجة الطب النفسي، وهو قارئ الأول لكتبي، وقلت له يا دكتور أحمد هل موضوع دور العامل النفسي في الإلحاد يستحق كتاب؟ قال لي أيوة يستحق، وقد كان كتاب الإلحاد مشكلة نفسية. أنا بتكلم على الكلام ده ليه؟ إن بعد أن كنا نظن إن القضية مجرد حجج عقلية وفلسفية وعلمية، لا للأسف العامل الأكبر وراء الإلحاد العامل النفسي، وهو ما يجعل المشكلة أكثر صعوبة في معالجتها، يجعل المشكلة أكثر صعوبة في معالجتها. حتى أني في كتاب الإلحاد مشكلة نفسية في مدخل الكتاب وضعت صورة لجبل ثلج، جبل ثلج في المحيط، 10% من قمة الجبل اللي هي أعلى الجبل دي بمثابة الأسباب العقلية والفلسفية والعلمية التي يطرحها الملحد، أما 90% من ماء الجبل من الجبل الغائر في الماء فهو الأسباب الشخصية والنفسية والمجتمعية.